الوقاية من الغرق يوم عالمي يوافق 25 من تموز من كل عام للتوعية من مخاطر السباحة في أماكن غير مؤمنة. حر الصيف اللاهب وانقطاع الكهرباء ولجوء المواطنين إلى الأنهر والجداول والبرك، كل ذلك كان كفيلاً بإزهاق أرواح أكثر من 200 شخص سنوياً في عموم البلاد. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من المخاطر. حالات الغرق في العراق هي ازدادت بالفترة الأخيرة، وصلت بحيث إلى 200 حالة سنويا، وذلك لانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة. معظم الشباب يلجأ يروح إلى الأنهار وهو ما يعرف يسبح وما عنده خلفية عن السباحة. مختصون أكدوا أن توفير دورات لتعليم السباحة في عمر 10 سنوات حتى 15 يمكن أن ينقذ العديد من الأرواح، كون أغلب من يذهبون ضحية الغرق تتراوح أعمارهم بين هذا السن، إضافة لتوفير المسابح الآمنة بدل الأماكن الخطيرة. العمر اللي محدد يعني هو ما بي عمر محدد، بس المفضل من 10 سنوات إلى 15 سنة تعليم السباحة، يبدي تعليمها. الأعمار اللي يعني تحدث حالة الغرق يعني هم نفس الأعمار تقريبا، يعني من 10 إلى 16 سنة. بينما المسابح آمنة، ما تحدث حالات غرق، بس احنا مسيطرين على الأمور، منقذين ومدربين موجودين. قبل أكثر من 1400 عام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم السباحة تجنبا لما نراه اليوم من حالات الغرق التي وصلت لأرقام لا يستهان بها سنويا. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.